أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها لمناقشة تعيين مبعوث أممي جديد لليمن. بماذا يتسلح وما الذي يمكن أن يقدمه؟ رحبت الحكومة اليمنية بتعيين السويدي هانس غراندبرغ مبعوثا أمميا جديدا إلى اليمن. حظي هذا التعيين بمباركات دولية، بينما وضعت ميليشيا الحوثي اشتراطات مسبقة بوقف إطلاق النار وفتح المطارات والموانئ. يأتي هذا التعيين في ظل أوضاع عسكرية وأمنية معقدة قادت اليمن إلى أزمة إنسانية هي الأسوأ عالميا. يبدو المشهد ضبابيا عند الكثير من الساسة والمهتمين في ظل تكهنات بإعادة صياغة واقع الشرعية اليمنية من خلال تعيين مجلس رئاسة لإدارة البلد، فضلا عن التوقعات بأن يتضمن هذا التغيير إيقاف قرارة مجلس الأمن السابقة بشأن اليمن وعلى رأسها القرار 2216. الكثير من الغموض يلف مهمة المبعوث الجديد الذي يحتاج إلى سياسة جديدة تتناسب مع الملف اليمني المعقد والذي عجز سابقوه عن إحراز أي تقدم فيه، خاصة أن هذا الرجل يعد ملما بالأزمة اليمنية من خلال عمله السابق سفيرا للاتحاد الأوروبي في اليمن إلى جانب قربه من مشاورات ستوكهولم. نتوقف عند هذه التطورات لنناقشها في محورين: المبعوث الأممي الجديد، على ماذا يستند وما هي قدرته على الإنجاز في ملف مليء بالتعقيدات، وكيف سيتعامل غراندبرغ مع الملف اليمني، وهل هناك مؤشرات على نجاحه؟ نذهب مشاهدينا لمتابعة هذا التقرير ومن ثم نعود لبدء النقاش مع ضيوفنا. مبعوث رابع للأمم المتحدة في اليمن، هل سينجح فيما فشل فيه أسلافه أم سيتعثر؟ سؤال سابق لأوانه ومن الصعب تخمين الإجابة عنه. فمنذ اجتياح الحوثيين لصنعاء سلكت الدبلوماسية الأممية طريقا لم تثمر سوى مزيد من الأزمات والتعقيدات، من جمال بن عمر إلى ولد الشيخ ومن ثم جريفيث، والآن غراندبرغ. تصبح اليمن أكثر الملفات استنزافا للجهود الأممية واستثمارا لوكالاتها، كما صارت أكثر بلدان العالم مأساوية. لم تتضح بعض الرؤى والمقاربات التي سينتهجها الدبلوماسي السويدي، غير أن المواقف المرحبة وتسلحه بدعم واسع من الولايات المتحدة عكست نوعا من التفاؤل إزاء فرص نجاحه، لكن تزايد الشكوك إزاء توجهات عمله المستقبلية دفعت مسؤولين حكوميين إلى التحذير منه. فالرجل الحاضر دوما في فعاليات وأنشطة المجتمع المدني يسعى كما قيل إلى طي صفحة القرار الأمم 2216 والذي يضمن الشرعية للرئيس هادي، وهي هواجس دفعت رئيس مجلس الشورى أحمد بن دغر إلى الخروج ببيان حذر فيه من المساس بالشرعية أو الإطاحة بها والذهاب بالبلاد نحو المجهول قبيل الوصول إلى توافقات تحترم المرجعيات الثلاث. بن دغر قال إن هذه الأفكار يطرحها الحوثيون كل مرة كلما تعزز وضعهم العسكري على الميدان. الحكومة اليمنية كعادتها سارعت للترحيب متسلحة بالمرجعيات الوطنية والدولية، أما ميليشيا الحوثي لم تبدو مطمئنة رغم ترحيبها أيضا، فقد استبقت تعيينه بالتشديد على ضرورة أن يتحلى بالاستقلالية وعدم الانحياز لطرف التحالف وما وصفتها بالهيمنة الأمريكية. الرسائل ذاتها التي استبقت بها وصول المبعوثين السابقين وودعتهم بتجريدها منهم واعتبارهم مبعوثين غير نزيهين. لعل أبرز التحديات الماثلة أمام المبعوث الجديد هي قدرته على وقف هجوم الحوثيين على مأرب ووقف إطلاق النار بالتزامن مع فتح مطار صنعاء وموانئ الحديدة، وما إذا كان قادراً على دفع الحوثيين إلى طاولة التفاوض خلافاً لما فشل فيه سلفه غريفيث. المؤكد أنه رغم ضآلة الوصول إلى سلام في هذا البلد المفخخ بالأزمات والتعقيدات، لا شيء يبدد الأمل بالخلاص وإن بدت فرصه ضئيلة أو مستحيلة. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا، كما أرحب بضيوفي من لندن المحلل السياسي الدكتور محمد جميح، ومن نيويورك المحلل السياسي إبراهيم القعطبي، وأيضا من بيروت الصحفي طالب الحسني. مرحبا بكم جميعا ضيوفي، وأبدأ معك دكتور محمد. كيف يمكن قراءة
هذه التطورات الجديدة وتعيين المبعوث الأممي الجديد وما فرص يعني نجاحه في تحقيق اختراق في الملف اليمني؟ طبعا بعد التحية لك ولضيوفك، أنا أعتقد أن المشكلة في اليمن هي ليست مشكلة المبعوثين الدوليين كي نغيرهم، بمعنى أنه المبعوث في حقيقة الأمر هو لم يفشل لأنه أراد الفشل أو لأنه ليس لديه الإمكانيات للنجاح، أو لأنه لديه الإمكانيات للنجاح ولكنه لم يستخدمها. المشكلة في اليمن ليست مشكلة ليس في المبعوثين، وإنما في عدم وجود إرادة سياسية للحل. يعني اليوم طبعا الذين يقفزون على مرجعيات الحل هؤلاء يقفزون للفراغ، بمعنى أنه لدينا ثلاث مرجعيات هي أصبحت مرجعيات دولية: حوار وطني ومخرجاته، مبادرة خليجية، وقرارات دولية. هناك طرح يطرح بأن الزمن تجاوز القرارات الدولية وخاصة 2216، لكن الذين يطرحون هذا الطرح هم لا يذكرون ما هو الذي تجاوزه الزمن في هذا القرار في مضامينه. القرار في مضامينه يدعو إلى دولة يمنية تكون محتكرة للسلاح، وعدم وجود ميليشيات، وانسحاب ميليشيات من المدن، وعدم تدخل ميليشيات في إدارة الدولة، وأن تتولى الدولة سيطرة على كامل ترابها الوطني. هذا جوهر القرار 2216. ما هو الذي تجاوزه الزمن في هذا الطرح؟ أي دولة طبيعية في العالم لابد أن تكون على هذه الصفة. وبالتالي الذين يقولون بأن الزمن تجاوز المرجعيات الثلاث، هؤلاء إنما يسعون من لإلغاء أي مرجعية للحل، لأنهم يرون أن الحل العسكري هو الحل. ولذلك نحن نقول بأن المشكلة في اليمن ليست مشكلة المبعوث الدولي، المشكلة أن المبعوثين الدوليين أحيانا ربما لسبب أو لآخر يرون أنهم وسطاء دوليون فيما هم في حقيقة الأمر وحسب لوائح الأمم المتحدة ليسوا وسطاء، هم مبعوثون دوليون من أجل مراقبة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي. هذه هي مهمتهم، ثم بعد ذلك يرفعون تقارير شهرية أو دولية إلى مجلس الأمن عن مدى تحقق نجاح أو إخفاق في اتجاه تحقيق أو تطبيق القرارات الدولية لا أقل ولا أكثر. لكن المشكل أنه عندما يصعب تطبيق القرار الدولي يتحول المبعوثون الدوليون لمراقبة تطبيق هذه القرارات يتحولون إلى وسطاء دوليين، والوسيط مهمته مختلفة، لأن الوسيط يسعى إلى اقتراح الحلول، يسعى إلى الضغط، يسعى إلى إيجاد تنازلات من هذا الطرف أو ذاك، وهذه ليست المهمة في تصوري. نعم. لكن يحصل ذلك عندما لا تستجيب الأطراف المختلفة أو لا يستجيب طرف من الأطراف للقرارات الدولية. ولذلك نحن نقول إذن المشكلة أن اليمن يعتمد على وجود إرادة سياسية حقيقية دولية وداخلية لإنجاز الحل. نعم، كما ذكرت دكتور جميح أن المشكلة أن هناك طرف من الأطراف لا يعني تقبل تنفيذ هذه القرارات. أرحب بك ضيفي طالب الحسني من بيروت، كيف يمكن قراءة موقفكم من المبعوث الأممي الجديد؟ أهلا وسهلا بك وبالمشاهدين الكرام وبضيوفك. يعني الحقيقة ما طرح يعني من تصريحات حتى الآن، كان من الخارجية اليمنية في العاصمة صنعاء أو كان من رئيس الوفد الوطني المفاوض، هو طرح على المفاوضين السابقين، بمعنى أن هناك فهم واضح بطبيعة مهام المبعوث الأممي إلى اليمن، إن كان سيسلك هذا الطريق أو سيسلك هذا الطريق. لا أحد يتشرف بماذا يمكن أن يقوم به المبعوث الدولي، ولكن هم يطرحون الرؤية التي يرونها هي السليمة في حل، في الوصول إلى الحل السياسي الشامل، والتي تبدأ من الملف الإنساني. وهذه طبيعة دور الأمم المتحدة، وهو الدور الذي يجب أن تسلكه الأمم المتحدة دور إنساني، ليس أن تنفذ مثل ما يشير محمد جميل، تنفذ قرارات القرارات الدولية، قرارات مجلس الأمن. هذا القرار الذي لم يتفق عليه أحد ولا أحد يقبل به، قرار 2216، وأيضا المبادرة الخليجية لم يتفق عليها أحد ولا وليست مطلوبة ولا أحد يمكن أن يقبل بها.
فالأمم المتحدة جاءت بطبيعة إنسانية وعليها أن تبدأ بالملف الإنساني. الملف الإنساني يقول ويحتم على الأمم المتحدة أن تبدأ بتنفيذ القرار الدولي الإنساني المتعلق بمبادئ الأمم المتحدة، وهو موضوع إغلاق مطارات مدنية أو استهداف موانئ والقرصنة على السفن التجارية والسفن الإنسانية والسفن التي من المفترض أن تصل إلى ميناء الحديدة دون أن يكون هناك عصابات تتبع التحالف وتتبع السعودية تقرصنها وتحول طريقها إلى موانئ في جيبوتي بحجة التفتيش، ثم يبقونها هناك لمئة يوم لمئتين يوم. نعم. يعني بعضها تجاوزت يعني ستة أشهر إلى سنة. فإذا الأمم المتحدة يعني إذا أراد المجلس الدولي، مع الأستاذ محمد في موضوع أنه سيد طالب، إذا أنتم ترون يعني أنتم ترون أن المبعوث الأممي مهمته هي فقط الاستجابة لمطالبكم واشتراطاتكم؟ تفضل بالبقاء معي وأرحب بضيفي المحلل. سأعود لك وسأترك لك مجال للحديث أكثر سيد طالب، لكن أنا قلت أن هذه انتهاكات للقانون الدولي الإنساني، لما أقول أنها مطالب. نعم، دعني أترك يعني فرصة مطارات مدنية وقوانين. نعم سيد طالب اسمح لي سأعود إليك سيد طالب، لكن أرحب بضيفي المحلل السياسي إبراهيم القعطبي من نيويورك. مرحبا بك معنا سيد إبراهيم، كيف يعني تفهم أو ما الجديد برأيك الذي قد يقدمه المبعوث الأممي الجديد؟ وإذا كنت قد استمعت لحديث ضيفنا طالب، قال بأن يعني على الأمم المتحدة أن تتعامل من مبدأ إنساني وليس على المبعوثين تنفيذ هذه القرارات أو مراقبتها، ردا على كلام الدكتور محمد جميح. شكرا جزيلا على الاستضافة. أولا بالنسبة لتعيين المبعوث الدولي الجديد، أنا في اعتقادي أنه ربما هناك نقطتين أساسيتين في هذا الاتجاه، أنه ربما الولايات المتحدة الأمريكية هناك إدارة جديدة كما تعرفي والليبرالية وتريد حل النزاع في اليمن أو إنهاء الحرب كما تقول. هناك كما سمعنا من تقارير سابقة أن هناك كان تناقض بين المبعوث الخاص لليمن التابع للولايات المتحدة الأمريكية والمبعوث الخاص للأمم المتحدة من الأصل البريطاني. ربما الولايات المتحدة الأمريكية أرادت تعيين مبعوث جديد يتوافق مع سياستها لكي تحاول أن لا يكون هناك تصارع في المجتمع الدولي حول الأجندة والحلول. ربما هذا يقرأ من ناحية، ومن ناحية أخرى يخاف كثير من اليمنيين أن تعيين مبعوث جديد هو مزيد من المماطلة، لأنه كما ذكر الدكتور جميح هناك لا توجد حقيقة الأمر، لا توجد إرادة سياسية لا داخليا ولا خارجيا ولا إقليميا ولا حتى أمميا. الحوثيون لو رأيتي عندما أعلن عن تعيين هذا المبعوث رحبت كل الأطراف، ميليشيات المجلس الانتقالي، ميليشيات الحوثي، الحكومة الشرعية، وكأن الأمر يعني مسألة فقط إعطائهم مزيد من الوقت لمزيد من المكاسب السياسية، وهذا يتناقض مع مصالح الشعب اليمني. أيضا كما تعرفي السعودية والإمارات لا تريد أن يتوقف الحرب، الحوثيون يستفيدون من الحرب، ميليشيات الانتقال يستفيدون من الفوضى، فلذلك جميع الأطراف يستفيدون من الوضع الحالي. كما ذكر ضيفك من بيروت، هذا مغالطة كبيرة أن الأمم المتحدة أنشأت لغرض الشؤون الإنسانية، هي بالأساس أنشئت لإيقاف الحروب وفضل النزاعات، هذا بعد الحرب العالمية. اليوم الحوثيين كما ذكر ضيفك من بيروت يريدون فقط من المبعوث الأممي أن يصبح منظمة إنسانية لإدخال السفن البترولية والمعدات للحوثيين لمواصلة الاقتتال، وهذه هي المشكلة الكبيرة التي نحن نعاني منها، أن الأمم المتحدة بدلا من حل أو محاولة زعزع أو زحزعة الملف السياسي الذي هو أساس المسألة يتحدثون اليوم على الملف الإنساني، وأنا في اعتقادي أنه الملف السياسي هو الأهم، كونه هناك انقلاب، من قوض الدولة اليمنية، من أدخلنا في هذه المجال الإنسانية هو انقلاب الحوثي وتدخل التحالف الذي جرنا إلى هذا المربع الإنساني. فلذلك لا يمكن الحديث عن أي شؤون إنسانية والمجاعة في اليمن بدون التطرق وحل القضايا السياسية، وهذا في وجهة نظري ليس ممكن اليوم إلا إذا كان هناك
إرادة سياسية حقيقية داخل اليمن متمثلة بالحكومة الشرعية التي للأسف الشديد لم تعد إلا مجرد أداة للسعودية والإمارات. الحوثيين لم يعدوا إلا مجرد أداة لإيران، والشعب اليمني 30 مليون مضيع بين هذا وذاك، وهذه هي مشكلتنا الحقيقية. عندما تجد إرادة حقيقية دولية بالأساس مثل الولايات المتحدة والأمريكية إذا وبريطانيا إذا أرادت الحل في اليمن سوف يكون هناك حلا، لكن للأسف الشديد لا يوجد أيضا شريك محلي. الحوثيين عندهم أجهزة إمامية سلالية، الحكومة الشرعية مغيبة كاملة بسبب الفساد التام، السعودية والإمارات ترى من الفوضى والاقتتال الداخلي وربما تموله أكثر لغرض احتلال موانئنا وجزرنا ومناطقنا ومصادرة القرار السياسي والسيادي، وهذا ما يحدث على الأرض. السؤال آخر اليوم، أين الشعب اليمني من كل هذا؟ هل هناك سيصبح حراكا يمنيا وطنيا يراعي مصالح الشعب اليمني قبل أي مصالح أخرى، ومن ثم ينطلق متنوعا ويتحدث مع الأمم المتحدة وعلى المجتمع الدولي والدول المؤثرة؟ هذا هو السؤال الذي نحن يجب أن نتساءل اليوم. لكن بالأطراف المتحاربة اليوم لن يكون هناك حل حتى لو بعث رسول اليوم. نعم، تفضل بالبقاء معي دكتور سيد إبراهيم، وأعود إليك دكتور محمد. يعني في حال كما تحدث تم تجميد هذه القرارات، قرارات مجلس الأمن الأممي خصوصا القرار 2216، يعني وبالتالي كان الذي يقضي بفرض عقوبات على أطراف يمنية على رأسها ميليشيا الحوثي، برأيك هل سيقود هذا إلى منعطف آخر يخدم الميليشيا؟ أولا يعني لا يمكن نقض قرارات مجلس الأمن الدولي، هي لا تنقض، يأتي قرار ربما يحسن ويطور ويستوعب المستجدات لكن لا ينقض. لكن بالنظر للحوثيين، الحوثيون الآن يعني تزداد العقوبات عليهم، وبالتالي الذين يقولون لهم من الذين يخدعونهم من الدبلوماسيين ومن يعني أدعياء الحياد بأن القرار الدولي 2216 يمكن أن ينقض، هؤلاء يخدعونهم لأنه لا يمكن أن ينقض، ولأن العقوبات أيضا تزداد، ولأن قناعة الإدارة الأمريكية الحالية يعني تزداد يوم بعد يوم بأن الحوثيين هم الذين يعرقلون الحل. ذلك ليس كلامي، كلام المسؤولين الأمريكيين وآخرها تصريحات المبعوث الأمريكي ووزارة الخارجية. لكن طبعا هذه النظرة أو هذه الرؤية الخاطئة هي الرؤية التي يتحدث عنها ضيفك الحسني من بيروت، وكأنه يتكلم أمام جمع في صنعاء من الذين يستمعون لمحاضرة عبد الملك الحوثي، من الذين لا يفهمون لا يفقهون إلا ترديد الصرخة، يقول بأن الأمم المتحدة أنشئت لأغراض إنسانية. هذا الكلام يعني طبعا الذين يسمعونه خارج إطار الصرخة يعني لا يجدون له تفسيرا، يصدر ذلك من متحدث. يعني الأمم المتحدة مهمة المبعوث الدولي هي أن يطبق قرارات مجلس الأمن الدولي، ومجلس الأمن الدولي هو ليس جمعية حقوقية وليس جمعية إنسانية، بل هو ليس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، ومجلس أمن بمعنى أنه يمنع حدوث الحرب، والقرارات الصادرة في هذا الشأن تصدر من هذا المجلس، والمبعوث الذي يعين بموافقة الأعضاء في هذا المجلس، ليس مجلس حقوق الإنسان في جنيف أي دخل. وبالتالي مهمة المبعوث الدولي هي أن يوقف الحرب. لكن بالنسبة لمسألة الشأن الإنساني الذي يرفعه الحوثيون اليوم، هم لم يقولوا بذلك أيام ما كانت يعني فض المسارات، عندما يقولون يجب فض مسار الحل السياسي عن المسار الإنساني والحديث عن المسار الإنساني لوحده. لماذا كان ذلك؟ لماذا لم يطرح ذلك في معركة الحديدة؟ لم يقل بفض المسارات الإنسانية. الحوثيون أوقفوا أو أوقفت معركة الحديدة بسبب الوضع الإنساني. اليوم يقولون بأن الوضع الإنساني ليس له علاقة بالجانب العسكري، ينبغي أن يدرس منفصلا، أن ترفع دكتور محمد العقوبات، عفوا دعيني أكمل، أن ترفع الحصار، ما يسمونه بالحصار على الموانئ والمطارات. كما فهمت من حديثك دكتور محمد أن هناك يعني قناعة من قبل الإدارة الأمريكية بأن ميليشيا الحوثي هي الطرف المعرقل للمفاوضات وللحلول، بالتالي هل تتوقع أن يكون هناك إجراءات من قبل هذه الإدارة كدعم ومساندة للمبعوث الأممي الجديد تترافق مع بداية عمله؟ الإدارة الأمريكية طبعا ليس لديها فهم واضح للوضع في اليمن، وهم ينظرون إلى أنه يعني ينظرون إلى المشكل في الشرق الأوسط ككل،
وينظرون إلى اليمن، واستطاع الإيرانيون وقد نجحوا في ذلك بأن يربطوا عن طريق وكلائهم الحوثيين في اليمن، يربطوا الأوضاع في اليمن بالمفاوضات التي تجري المتقطعة في ذهننا بين إيران وبين القوى الكبرى على الملف النووي الإيراني. وبالتالي الإدارة الأمريكية هي جانب منها يريد أن يفصل المسار اليمني عن المسار الإيراني من أجل أن يعني وكأن وهذا هو الدور البريطاني أو هذا هو الفهم البريطاني أنه يمكن فصل الحوثيين عن إيران، وبالتالي حل المشكلة اليمني بمعزل عن البرنامج النووي الإيراني. ولكن هذا طبعا يبدو من قبيل الأحلام، لأن إيران قد دعمت التيار الإيراني داخل الحركة الحوثية، ولا يستطيع أحد خاصة بعد وصول إيرلو إلى صنعاء يتحرك بدون إيرلو. وبالتالي أعتقد أن المسألة برمتها هي يعني تخضع لتفاهمات دولية وتفاهمات إقليمية، والملف اليمني وجزء من مفاوضات يدينا نحو الملف النووي الإيراني. أشكرك جزيل الشكر الدكتور محمد جميح المحلل السياسي، كنت معنا من لندن. وأعود إليك سيد طالب الحسني، هل ترون أن الحل قد يأتي من خلال الدور الأممي؟ أولا أنا لم أقل أن مهمة الأمم المتحدة هي أن تتحول إلى منظمة إنسانية، أنا قلت أن خرق القانون الإنساني الدولي بالحصار وبالاعتداء على مطارات مدنية وبالقرطبة هذا يجب أن تقوم الأمم المتحدة بإدانته، وأنا لم أقتصر عمل الأمم المتحدة بمنظمة إنسانية كما يشير ضيوفك. أنا أفهم القانون جيدا، وأيضا قانون إنشاء الأمم المتحدة هو قام من أجل الحماية وحتى إيقاف الحروب والنزاعات، هو من أجل أيضا موضوع الحماية. فإذا جزء من مهام الأمم المتحدة أيضا هو إدانة هذا الحصار، وليس أن يتحول الحصار إلى ملف للمفاوضات وإلى ملف للابتزاز. فإذا إذا كان يريد المبعوث الدولي الجديد السويدي أن ينجح، فعليه أولا أن يبدأ بالملف الإنساني، هذا مطلب إنساني، مطلب واجب. ثم إنه إذا دخلنا في صلب النقاش حول الحل السياسي، أولا يتحدثون عن الأطراف، هو أولا ليس نزاع أهلي، فإذا حتى توصيف الأمم المتحدة مخالف تماما للواقع. لكن وضع المبعوث الدولي فعلا سيد طالب وضع أي شروط مسبقة على هذا المبعوث الجديد يعتبره البعض بأنه عرقلة لهذه الجهود. ليست حربا أهلية، أولا يجب أن يقف المبعوث الدولي الجديد إلى توصيف ما يحصل في اليمن توصيفا حقيقيا، هي ليس نزاع أهلي إنما هو نزاع إقليمي. الأطراف المحلية هي عبارة عن أجناء تمثل السعودية، والحرب على اليمن يأتي من خارج اليمن، وهناك أطراف دولية في هذا الحرب. واعتبار أن ما يحصل في اليمن عبارة عن نزاع أهلي هو أيضا كثر لواقع، كثر للمنطق، كثر للحل. أيضا لا يمكن البناء على حل سياسي بناء على هذا التوصيف المخالف للواقع. بمعنى سيد طالب أنكم تريدون المبعوث الأممي أن يمضي وفق خطة تضعونها أنتم له. لا نضع، لا الواقع هو الذي يضعها. عندما يتم توصيف ما يحصل في اليمن بأنه نزاع أهلي وحرب أهلية، هذا سيؤدي إلى حلول خارج الصندوق، إلى حلول غير منطقية غير عادلة. ما يحصل في اليمن أن هناك اعتداء من قبل وتدخل خارجي من قبل السعودية ومجموعة الدول، وأيضا تدعمها الولايات المتحدة الأمريكية، وحتى خارج قرار مجلس الأمن الدولي. أشكرك. هذا أولا عدوان يجب أن يحقق في هذا العدوان، وهو عدوان غير قانوني. أشكرك. هي حرب بين اليمن وبين هذه الدول. نعم. وليست حربا أهلية حتى نقول أن هناك مرجعية يجب أن يلتزم بها المبعوث الدولي ومن ضمنها المبادرة الخليجية و 22 تسعة. أشكرك جزيل. يجب أن يتثبت منها. نعم، أعتذر لمقاطعتك سيد طالب الحسني، أشكرك الصحفي، كنت معي من بيروت لقرب انتهاء وقتنا لهذه الحلقة. سيد إبراهيم، يعني كانت الاستراتيجية التي اعتمدتها الأمم المتحدة أو المبعوث الأممي السابق هي تجزئة الملف اليمني، بالتالي أثبت فشله هذا المبعوث. الآن كيف يمكن أو ما هي الاستراتيجية التي سيعتمد عليها المبعوث الجديد؟
هذا هو سؤال المليون دولار. يعني يبدو لي أنه حتى بتجزئة الملف اليمني لم يحدثوا أي اختراق أو أي نجاح، فلذلك إذا كان المجتمع الدولي جادا وبالذات الولايات المتحدة الأمريكية يجب أنها تسلط الميليشيات على الشعب اليمني، إما يعني تسليم سلاحهم والدخول في اتفاق سياسي لكل اليمنيين ويكون واضح على مبني على مخرجات الحوار الوطني لا. وعلى الدولة الفدرالية وعلى، أما غير ذلك سنستمر في القتال كما ترين كيف تحدث ضيفك من بيروت يتحدث حول القانون الإنساني الدولي من خلال مطار صنعاء، لكنهم لا يهمهم كيف يزرعون الأرقام بين الشعب اليمني، تبديد المنازل اليمنية، تفخيخ التعليم في اليمن، وهذا للأسف الشديد الحالة التي وصلنا إليه. نحن صراحة بحاجة إلى خط سبتمبري لانتزاع اليمن من كل هؤلاء الميليشيات والتدخلات الخارجية وما إلى ذلك، لكن نحن بحاجة إلى حليف دولي لدعمنا لاستعادة الديمقراطية واستعادة اليمن الجديد، وهذا ما يطمح إليه عامة اليمنيين. أما بهذه الميليشيات والشرعية القائمة فلن يحدث أي سلام ولا أي اختراق، وسنظل في نفس الدوامة لسنوات قادمة. نعم، أشكرك جزيل الشكر المحلل السياسي إبراهيم القعطبي، كنت معنا من نيويورك، وكما أشكر ضيفي من بيروت الصحفي طالب الحسني، وكان معنا من لندن المحلل السياسي الدكتور محمد جميح. أشكركم جزيل الشكر مشاهدينا على حسن المتابعة، تحياتي وتحيات معد هذه الحلقة الزميل نجيب إسماعيل، كما هي لكم من الزملاء في الكنترول. إلى اللقاء.